وإلى مضمار وميدان استاد خليفة الدولي إلى منافسات رمي القرص للرجال فئات 51 52 53. هذه الفئات والمنافسة الكبيرة من على الكراسي المتحركة. وكانت الميدالية الذهبية للمصري محمد حسن، ورمى 23 متر 49 سنتيمتر الفلسطيني حسام عزام صاحب الميدالية الفضية، والقطري محمد الجعيدي صاحب الميدالية البرونزية. وإلى منافسات أخرى على مستوى الميدان، رمي الرمح فئات 54 55 56 من على الكراسي المتحركة، الإعاقة في الطرف السفلي. وكان هناك بالنسبة لرمي الرمح المنافسة الكبيرة التي كانت على مستوى الأبطال، إبراهيم إبراهيم من مصر صاحب الميدالية الذهبية، ياسر السيد من مصر صاحب الميدالية الفضية، والفلسطيني خميس زقوط صاحب الميدالية البرونزية. وإلى منافسات رمي الكرة الحديدية فئة F 57 58 كان صاحب الميدالية الذهبية صاحب الرقم القياسي العالمي الأردني جميل الشبلي بالمسافة التي حققها بطريقة ممتازة بأفضل محاولاته من المحاولات الست. هناك الجزائري رضوان أي سعيد كان صاحب الميدالية الفضية، والأردني عامر العبادي كان صاحب الميدالية البرونزية. وإلى منافسات رمي الكرة الحديدية سيدات فئة 54 55 56 الميدالية الذهبية كانت للرامية التونسية فضيلة النفتي، والفضية لهنية عيدي من تونس، والميدالية البرونزية المغربية سناء صوبان. إذن المنافسة كانت كبيرة بين البطولات ومراسم التتويج لتونس تونس المغرب. وإلى سباق 200 متر تي 53، والمنافسة كانت بين الإمارات والسعودية. التنافس بقي حتى آخر لحظة. الميدالية الذهبية كانت للإماراتي عايد الحبابي، الزمن كان 29 ثانية 63. السعودي فهد الجنيدل كان صاحب الميدالية الفضية 29 ثانية 63 من الزمن الثانية من على الكراسي المتحرك. مراسم تتويج أبطال هذه الفئة من ذوي الاحتجاز الخاصة من على الكراسي المتحرك. وإلى سباق 800 متر فئة تي 46 كانت الميدالية الذهبية للتونسي محمد فوزي، الزمن دقيقة 59-52. المركز الثاني كانت للعداء المغربي أحمد فرحات دقيقة 59-96، والميدالية البرونزية للمغربي عبد الهادي الحرثي دقيقتين و60 بالمئة جزءا من الثاني. طبعا هذه الفئة للأعضاء المبتورة في الطرف العلوي. اللحظات الأخيرة من السباق والمنافسة التي كانت حتى اللحظات الأخيرة دخول العداء التونسي في المركز الأول، المغربي في المرتبة الثانية. السيدات والسادة، اللاعبون الفائزون بميداليات بطولة الدورة العربية.